بقى بتقول لي انا طلع، لو طلعت الحج السنه دي وتوفيت هناك، اللي كانت موصياني الاول كانت دفن مع الحاجه والدتها، فلما انها الله يرحمه استشهد برضه، كان اخر سنه في كليه الشرطه، فقالت خليني اتدفن مع ابني هنا في اسكندريه، فبناء على الوصيه بتاعتها فدفنها هنا في اسكندريه. والاجل وده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا عزت اتصل بينا وبلغتها، زيد مع الاخبار بقى يعني، ما هي الاسم بتاعها ما نزعش في الاذاعه، بس بلغنا محفظتها وعزت بلغونا وجينا على كل حديثة معايا عشان قاعد انا في البلد، بتقول لي يعني بتكلمني بقى بتقول لي انا طلع، لو طلعت الحج السنه دي وتوفيت هناك، اللي كانت موصياني الاول كانت دفن مع الحاجه والدتها، فلما انها الله يرحمه استشهد برضه، كان اخر سنه في كليه الشرطه، فقالت لي خليني اتدفن مع ابني هنا في اسكندريه. شخصيتها يعني، او الانسان الحلو والانسان الطيب ربنا بيختاره بسرعه، لولا ما هي نقيه وسريرتها نقيه وطيبه وقلبها ابيض وخدومه وبتحب الناس، وما كانش بيشيل علينا لا هي سواء اخواتها وجيرانها، فيها دي هي دي الحقيقة بتاعتها، علشان كده الناس كلها بيحبوها.